في الأربعينيات عندما كان أجدادي يديرون المزرعة كانوا يربون دجاجا للذبح، وكانوا يذبحون بعضها أحيانا لاستهلاكهم الخاص ثم يبيعونها. كان جدي يقطع رأسها ثم تقوم جدتي بالتقاطها وتنظيفها من الريش. كان يستمر بقطع رؤوسها وتكوينها، فكانت تموت في نهاية المطاف، ولكن واحدة بقيت حية وهي تنتقل هنا وهناك. فأخبرني أنها ربما تبقى حية عدة دقائق ولكنها تموت أخيرا، ولكن كان هنالك واحد لم يمت. أي رجل عادي كان سيذهب إليه ويقطع رأسه اللعين مرة أخرى، ولكن ليس أولي. التقطه وأوقف نسفه، فأصبح ديكه مقطوع الرأس، وكان اسمه مايك. بعد أن عاش يومين أو ثلاثة عرف الجيران بالأمر، فصاروا يأتون ويتفرجون، وبدأت الإشاعة تنتشر. يمكنك أن تذهب إلى هناك لكي ترى الديك. عندما بدأت أفكر بأني أود لو أرى ذلك، رأيت عجلا برأسين في أحد الأسواق الموسمية، ولكني لم أرى شيئا بلا رأس. أعني، هذا مستحيل. سمع رجل يدعى إتش بي ويد عن الأمر، وكان يعمل في مجال الترويج، فاتصل بجدي وأقنعه بالمكاسب النقدية لعرضه في المعارض وما شابه. مايك في معرض في بحيرة سولت وكاليفورنيا وفينيكس. عرضوه عدة مرات في شيكاغو وفلوريدا وأتلانتا ونيويورك على الشاطئ الشرقي. كانوا يحلمون بكسب المال من وراء هذا الديك. سياتل وفريسكو ولوس أنجلوس على الشاطئ الغربي. سدد هذا ديون المزرعة ومكنها من شراء تجهيزات زراعية جديدة. وعندها فهمت أن الأمر لم يتوقف هنا، بل وصل إلى إنجلترا. كان ديكا سليما ومفعما بالحيوية، ولكنه أرهق بعد عدة أشهر. أفضل التمنيات لمايك، فقد كان يقدر بثروة. تمتع مايك إلى جانب رحلاته إلى المعارض بمحاولاته ليعيش حياة طبيعية. ما زال معهم في المزرعة، أطلقوه مع بقية الدجاج، وكان يهذب نفسه برأسه أو بالأحرى برقبته. فلو أنه كان يملك رأسا كالبقية لحاول ذلك بالصياح بما يشبه الخرير كما وصفه جدي. كانوا يطعمونه يدويا بعض الذرة المقطعة من خلال المرئ، واستخدموا قطارة قديمة لسقايته الماء، فكان يتطلب عناية جيدة، ولكنه عاش كدجاجة طبيعية رغم أنه بلا رأس. ربما اعتقد لويد وكارلا أنهما سيصبحان غنيين، وأنهما سيسعيان إلى الثروة ويتقاعدان بفضل هذا الديك. اجتذب مايك حشودا كبيرة من الناس في المعارض، أناسا فضوليين أو أناسا يعتقدون أنها مجرد خدعة. لقد تمتع بشعبية واسعة، جيدة وسيئة. تلقى جداي الكثير من رسائل الكراهية بعد النشر عن أعجوبة مايك في مجلة لايف. اعتقد الكثيرون أنه من الوحشية أن يبقى على قيد الحياة، وكان يجب أن يكمل وظيفته ليصل إلى قدر الطبخ. كان في صحة جيدة طيلة الوقت، ولكنهم ظلوا يلومون أولي. كان عليك قطع رأسه اللعين، ولكنه لم يفعل، بل احتفظ به. ظن لويد دوما أنه سيعود عليه بالمال الوفير، ولكنه لم يفعل. كان مايك يعاني أحيانا من الاختناق بمخاطه، لذا كانت قطارة الماء ترافقهم دائما لشفط ذلك من مرئه
حتى لا يختنق ويموت. إذا لم تخني ذاكرتي فقد كانت القصة أنهما ذات ليلة نسيا القطارة في المعرض، فعادا إلى الفندق فبدأ يخرخر ويختنق قبل أن يجدا شيئا يمنع اختناقه، ولكن اختنق حتى الموت. تحطمت آمالهما، ولكنهما جنيا ما يكفي لشراء جرار زراعي جديد وإكمال أقساط أرض صغيرة كانا قد اشترياها. لا أدري ما إذا كان بقاء مايك على قيد الحياة مجرد قدر. هل كان ذلك الديك يتمتع بتلك الإرادة الجبارة للعيش؟ أم أن السبب هو أنه حيوان أحمق لم يلاحظ أن رأسه مقطوع؟ أعتقد أنه أحد أسرار الحياة الغامضة التي تفسر السبب الفعلي لما حدث.